السلام عليكم خاوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم خاوتي. والله جيت فايت على الطوموبيل، مانيش عارف اسكو انتم ما شفتوها هذه جامي قبل ولا شفتها في الطريق. صح بصح هكذاك عن كثب والله جامي شفتها. هل سبق لك وشفت الهوندا الكتريك هذا النوع؟ هل سبق لك وشفت هذا الهوندا؟ خليك مع لا فيديو دوك تشوف واحد لي زوبسيون راسك يحبس. الله يبارك، بصح الدراهم تعذر غالية ياسر. بصح صراحة كي تشري حاجة كيما هذه تسمع بهذيك الحكاية تاع ودع الشر ودع الشر، تاع معناتها امشي صح جراتوي وغارونتي افي غارونتي، شغل ديما تقعد في لونتروتيا معاهم. بسم الله نبداو. هذه الهوندا خاوتي، هذه الهوندا او الكتريك، معناتها 100% فيها هذا لاكولور وفيها لاكولور البلو اللي راها دورانا. دوك نوريها لكم حاجة اللي لبتني. خليك مع الشكل الخارجي تاع السيارة وذوك نحكو عليها من الداخل. من الداخل صراحة فيها واحد لي زوبسيون كارثة. خليك مع لا فيديو. شو الله يبارك. هذه كانت الهوندا من برا، الشكل الخارجي تاعها خاوتي كيما راكم تشوفوا. الحاجة الأولى اللي تلفت الانتباه مكانش دايره بروفيزور. كيفاش مكانش بروفيزور؟ لي روتروفيزور كاين دي كاميرا هنايا، معناتها السيارة بلا لي روتروفيزور تجيك حاجة بيزار في الضربة الأولى، بصح كي تشوفها من الداخل كيفاش تخدم راح تفهم. فيها الكاميرا 360 كيما راكم تشوفوا، فيها الكاميرا القدام هنايا وين تشارجيها، هاي هنا تفتح المقطع تاعها هنا وين تشارجيها. شوفوها من الداخل كيفاش دايره. هاي لك من الداخل. الحاجه الاولى اللي تروماركيها ما كانش المونطو هنا، كاينه ديريكت القزازه القزازه كاين ديريكت الزجاج كما يقولوا. هذه الهوندا الكتريك، هاي لك كيفاش دايره خالتي. شوفوها مع بعض، شوف الله يبارك. هكذاك لي روتروفيزور كيفاش يشعلوا خاوتي، فاهم ليك. كيما راكم تشوفوا هنا في ليكوتي كاينين دي ليكرون، شوف الله يبارك. لوطونومي تاع الباتري هنا تافيشالك في الفولون، وهنايا تنوض ترقد، وهنايا هوم. شكون العقلية تاعها تقدر تكونيكتي سيارة هذي كونيكتي تكونيكتيها مع التليفون تاعك وكلش. كيما راكم تشوفوا هاي الجودة تاع الكاميرا، هي صراحة أنا واحد من الناس ما تقنعنيش. فيها الكابل اتش دي امي، شوفوا هنايا لهو فيها 220 الكتريك، فيها هنايا البريز الكتريك كيما كنتو بريز بريز كيما تاع الدار كاع فهمتوا. هنا 2 فولت، هنا 220 باش تشعلها لي اس بي، لي اس بي مع لاش دي امي. والله صراحة هنايا البوات اوتو تاعها هاي لك كيفاش هاي دايره كيما راكم تشوفوا خوتي. حاجة حاجة ليلة، اللهم محمد رسول الله. راحوا بعيد، شوفوا الله يبارك. هذه كانت المقصورة تاعها من الداخل خوتي. هذا نهضر على هوندا الكتريك 100%، شغل هوندا خوتي عالم واحد اخر، عالم واحد اخر. الانافسي كما راكم تشوفوا الانسان تاع الانافسي، هاي لك من لاريير كيفاش دايره. ميم بيبان لاريير ما كاش لي مونطون، معناتها مش حاجه تاع القدام برك. هاي لك تقدر تقول تلفت 3 من الناس بالدحي، تقدر تقول تلفت 4 من الناس برك سي فيبو، 4 من الناس. ها شوف الله يبارك، ها الطابلو تاعها كيفاش داير خوتي. هذه هوندا سيارة الكتريك 100%، كي تشوف البري تاعها وتشوف لي زوبسيون تاعها. انا شوف فيها الدور هنايا، بصح جامي جات في بالي باللي راها كاع بهذه لي زوبسيون. عرفت روحها بارديسات. هذه كانت لاكولار في الكريس، وريكم شفتوها من الداخل كيفاش دايره. شحال الديريان بولحي هذا السيارة، هذا السيارة يا المربح كون نقول لك شحال الدير راح تدوخ. تقول هذا الفركوسة الصغيرة من هوندا تسوى قاع هكذاك بزاف. نروحو نشوفو البري تاعها شحال راه دايرة. البري تاع الموديل بريزونتي قدامك 40,000 أورو، بعد يديرو لك بروموسيون زعما تاع 6,000 أورو، زعما كي راك مفيهاش لاطاكس تاع البوليسون ينحوها لك اللي هي 6,000 أورو.
معناتها تسقام لك في 34,000 أورو اللي هي تقريبا 680 مليون. تشري بها هوندا الكتريك. روحوا شوفوا لا كولير الزوجة خاوتي، خليكم على فيديو. وهذه هي كانت لا كولير الثانية تاعها في البلو، في الزرقاء. في الزرقاء حبيت نوريها لكم على جال باش تزيدوا تشوفوا التفاصيل اكثر. ها هي ليك هنا. الناس تشري هذه الحوايج على خاطر اصلا شغل ما يحسلهاش خاوتي. كاين الناس اللي عود خدام كيما نقولوا ولاباس عليه، زعما يخلص يقولوا في حوالي 2000 2300 اورو، ولا ما تغيظوش كي يشري سياره كيما هكذاك. علاه؟ على خاطر ها هي وين سوفرو افيك ابارتيغ دو 229 اورو بار موا. تبدا من 229 اورو بالشهر يخلصوها، زعما راكم تعرفوا فاسيليتي كيما يقولوا هما. هما ماشي عندهم هاد الحوايج، ماشي عندهم ياسر. هذه كانت في الزرقاء، ماهيش مفتوحة الزرقاء. لو كانت مفتوحة نزيدو نشوفوها من الداخل. على كل حال ما كانش فرق بينها وبين الثانية خاوتي. ها هي الثانية سي كيف كيف نفسها. ها هي لك شحال هذا داير لك، زعما بونيز ايكولوجيك 6000 اورو. ريبروند سون فولون ا بارتيغ دو 23900. دير ب 23,000 اورو و 900. هذه تبدا ماهوش هذا الموديل ليكسبوزي اللي راه قدامك. الموديل ليكسبوزي اللي راه قدامك خاوتي، قلت لكم لو كان نروحوا نشوفوا البري تاعو، هذه اللي راه قدامك فيها ياسر لي زوبسيون وداير لها ناقص 30%. ها هي من هنايا كاتبين لك في الباربريز ناقص 30%. كي تشوف سياره كيما هكذاك خاوتي يغلط عليك حتى واحد. شوف هذه الموديل ليكسبوزي هذا اللي قدامك كينحلك منه 30%، وشحال راح تسقام لك؟ تسخام لك تسمى في واحد 29,000 اورو بزاف. واش نهي ودع حاجه يسموها ستاسيون، ودع حاجه يسموها، فهمتني؟ على بها الناس كي نقول لهم يا ودي مليحه لو كان يتعمقوا في حاجه يسموها الكتريك سيارات وهاد الحوايج تاع التكنولوجيا. والله راه جاينا واحد الوقت خاوتي ما تعرفش تخدم هذا الصوالح ما تعيش خاوتي. هذه كانت الهوندا عجبتني والله، حبيت نضرب عليها طله، حبيت نبارطاجيها معكم، حبينا نشوفوا العالم الاخر، فهمتوني؟ انا واحد من الناس ما شفتهاش من قبل قدامي، وهذه اول مره شفتها حبيت نبارطاجيها مع خاوتي. هاي اللي كيفاش دايره، تجي بيزار شويه بلا لي روتروفيزير تاعها، بصح مليحه سياره تستاهل. كي تجي تشوف للاقتصاد تاعها واش راح تقدم لك تستاهل. واش راح نقول لكم، هذا كان الفيديو تاعنا خاوتي على هذه السياره. نروحوا نضربوا دوره في هوندا ونتكلموا ان شاء الله. سلام.